بعد 4 سنوات من الغياب، تحركات رئاسية لإحياء مجلس النواب. ما الذي يمكن، ما هو دور المناط به الآن للمجلس؟ هل تعول الشرعية عليه لإعادة البلاد لمسارها الصحيح؟ أهلا بكم. اليوم التقى الرئيس هادي أعضاء البرلمان في العاصمة السعودية الرياض. اللقاء جاء بالتزامن مع دعوات لتهيئة الظروف لعقد جلسات للمجلس. هذه المحاولات متكررة منذ أكثر من عام، والأماكن المقترحة لاستضافة هذه الجلسات هي المحافظات المحررة، سواء عدن، مأرب أو حضرموت. أعضاء مجلس النواب الموالون للشرعية كانوا قد توافدوا إلى الرياض للتشاور ولإكمال النصاب القانوني لعقد جلسات للمجلس، خطوة من شأنها إعادة تفعيل هذه المؤسسة المعطلة منذ الانقلاب. والسؤال الآن يقول: ما مدى جدية الأطراف اليمنية والسعودية في إنجاح اجتماع مجلس النواب هذه المرة؟ وما هي الملفات التي طرحت لهم في هذا التوقيت بالذات؟ بعد 4 سنوات من الغياب وأكثر من عام انقضى في محاولات لملمة شتات البرلمان اليمني، يعود الحديث مجددا إلى الواجهة بعد لقاء الرئيس هادي في الرياض بأعضاء البرلمان المؤيد للشرعية. تحدث هادي عن أهمية تفعيل الدور الإيجابي لمؤسسة البرلمان، وتحدث الجميع عن أهمية إعادة ترتيب أوضاع المجلس وانعقاد جلساته وانتخاب هيئة رئاسة جديدة، خصوصا أن رئاسة البرلمان الحالية لا تزال بيد يحيى الراعي الذي لا يزال يخاطب العالم من خلال منصبه كرئيس للمجلس. رغم ما يمثله انعقاد هيئة مجلس النواب في هذا التوقيت وفي هذه الظروف من أهمية في إدارة المعركة، سواء على المستوى الرقابي لأداء الحكومة أو لإقناع العالم أن البرلمان لم يعد مختطفاً بيد الميليشيا، إلا أن بعض الأصوات تذهب إلى أن انعقاد البرلمان في الرياض دوناً عن الأرض المحررة في اليمن يؤكد أن السياسة السعودية لا تزال تحرص على إخضاع القرار اليمني لمزاجها، متجاوزة قضايا سيادية كمسألة البرلمان. وسواء عقد البرلمان في الرياض أو صيئون أو أي مدينة محررة، فإن مهاما صعبة وملفات معقدة تنتظره كلما طال الوقت. مراجعة 4 سنوات من الأداء الحكومي وإقرار موازنة الدولة وتحديد مسار المرحلة القادمة ومساءلة أعضاء الحكومة عن جوانب القصور والإخفاقات وخطوات كثيرة يتوجب على البرلمان الوفاء بالتزاماته تجاهها، والأهم من ذلك ألا يتحول إلى سلطة ظل معزولة القرار والإرادة تكرس الإخفاقات الحاصلة الآن. مجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بضيفي هنا الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع في جامعة صنعاء. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا، مساء الخير. أهلا بك دكتور. إذا الرئيس يلتقي أعضاء مجلس النواب اليوم في الرياض بعد 4 سنوات من الانقلاب، توقف فعالية البرلمان بشكل كبير. هل ترى هذه الخطوة، يعني ما هي دلالة توقيت هذه الخطوة؟ لماذا اجتمع الرئيس بهم برأيك؟ طبعا هو الاجتماع حسب ما صرح هو من أجل الحديث عن ما تم الاتفاق عليه، لكن نحن نتحدث الآن عن لقاء خارج الجغرافيا اليمنية بعد يعني منذ 2014، من يعني حوالي 4 سنوات، والمؤسسة التشريعية تنتظم خارج أراضيها، مؤسسة تشريعية انتهت صلاحياتها، وربما تكون يعني من الأشياء النادرة في العالم أن هذا البرلمان ما زال يمارس مهام، وأنا أعتقد أنه ممارسة المهام قد ترجع إلى مادة في الدستور، لكن أعتقد أن المؤشرات يعني لا تحمل كثير من الإيجابيات، لأن أول مؤشر صادم هو عقد لقاء في الرياض وليس داخل الجغرافيا اليمنية. اثنين، هذه السلطة ودول التحالف منذ 4 سنوات لم تستطيع أن توجد لنا هيكل مؤسسة الدولة داخل الجغرافيا اليمنية، وبالتالي لا يمكن لهذا البرلمان أن يقدم شيء، وخاصة يعني تم الاجتماع بعد، كان المفترض يعني الدول المحترمة أو حتى المؤسسات التشريعية المحترمة قبيل الذهاب إلى
السويد يلتقي البرلمان ويقرر ما الذي يتحدث، لكن يتخذ الرئيس القرار وتتخذ الدول الاتحاد القرار ثم نجتمع. إيش أي هراء هذا الذي يرتكبونه هناك؟ وإذا كنا إحنا موافقين على هذا البرلمان الذي يعني له عمره 15 عاما، يعني صلاحيته أصبحت الآن أضراره أكثر من منافعه، بالتالي هم يدركون تماما أن هذا الاجتماع ربما يعني يكون لإضفاء أو التشاور، لأن هناك مهددات كبيرة. أنا أعتقد أن دول التحالف لن تسمح لهذا البرلمان أن يؤدي وظائفه، إلى أن كان هناك استراتيجية استهداف الدولة ومؤسساتها منذ لحظة وطأت أول قدم من قوات التحالف العربي في عدن، وقبل ذلك في التخطيط أنه يتم إضعاف السلطة الشرعية حتى اختفاء يعني إخفائها، إضعاف السلطة يتطلب إضعاف المؤسسة التشريعية، والدليل على ذلك لدينا مجلس شورى ولدينا برلمان، كان بالأحرى حتى في غياب انقسام مجلس النواب أن يستفيد الرئيس من 101 من أعضاء المجلس الشورى بالتحرك الدولي، بالاجتماع، بالبقاء في الجغرافيا، بالتشريع، بالعودة إليهم. من أول مرة أشوف يعني اجتماع لمناقشة ما تم الاتفاق عليه في السويد ويعلن اجتماع البرلمان، من الذي يقرر ويستشار قبل أو بعد؟ هذا أولا. العنصر الثاني الآن نحن دخلنا مرحلة جديدة، هذا أهم نقطة. الآن دخول المجتمع الدولي، يعني كان الملف اليمني عاد إلى المجتمع الدولي بعد حادثة اسطنبول وبعد الضغط الدولي. الآن الخطر الشديد أنه دخول الناس يعتقدوا أن دخول الأمم المتحدة قد تعني تعميم النموذج، يعني نعمم النموذج على حديدة وبعدين نتقدم. لا، الأخطر أن ربما المجتمع الدولي يريد التخفيف عن الضغط الدولي وإيجاد مساعدات إنسانية وإبقاء الحال اليمني كما هو عليه. بمعنى هذه أخطر نقطة الآن، بمعنى الأمم المتحدة في حديدة يعني لإيصال المساعدات، ورغم أنه الخلاف كبير بين الحوثيين والسلطة الشرعية، الحوثيين يريدوا حل كلي والسلطة تحب حل جزئي والمعارك حتستمر. هذا يعني إيش؟ يعني إنه حسب وزير الدفاع الأمريكي سيبقى كل الأطراف، وسيدخل طرف جديد الآن الحراك الجنوبي أيضا، الإمارات ستحركه قريبا لإيجاد يعني أكثر من طرف ما لهمش علاقة في المرجعيات الثلاث. داخل هذا الوضع هل نحن نجتمع بعد السويد ونجتمع وهناك توجه دولي لبقاء الجماعات في أماكنها؟ المجتمع الدولي موجود وسيبقى في الحديدة وسيضغط وسيكون موجود لإيصال المساعدات، لكن ستبقى الحديدة منفصلة، سيبقى بارة منفصلة، سيبقى عدن طاردة للسلطة الشرعية. إذن أين هذه الخطة للاستفادة من هذا البرلمان المنتهي صلاحية؟ نحن تقبلناهم، نقبلهم على مضض، أقولها عبر الهواء. طيب الآن دعنا نسمع ما الذي حدث في جلسة اليوم. ينضم إلينا الآن يعني أو في لقاء اليوم التشاوري عضو مجلس النواب السيد جعبل طعيمان من الرياض. أرحب بك سيد طعيمان. حدثنا إذن عن أبرز النقاط التي تم طرحها سواء من قبل السلطة التنفيذية برئاسة الرئيس هادي أو من قبل أعضاء البرلمان أنفسهم وقدموها للرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أريد أذكركم جميعا أن توضيفك الكريم بأن البرلمان أولا لم تنتهي صلاحيته بموجب المادة 65 من الدستور، لا زالت صلاحية البرلمان قائمة حتى دعوة رئيس الجمهورية للانتخابات وحتى أداء اليمين الدستورية من المجلس الجديد. ثانيا بالنسبة للقاء اليوم كان لقاء مع فخامة الأخ رئيس الجمهورية، وجرى في اللقاء تبادل وجهات النظر، ولقى كلمة رئيس الجمهورية وكلف الحكومة بتهيئة الأجواء في العاصمة المؤقتة عدن لاجتماع مجلس النواب، والنواب من جهتهم طرحوا ما عندهم حتى على أن تكون جلسة انعقاد مجلس النواب في أسرع في أقرب وقت، لأن ذلك يضفي الشرعية على الحكومة اليمنية، وأيضا إعداد الموازنة للدولة لا بد من إقرارها من قبل مجلس النواب ومنحت الحكومة ثقة أصلا. وهذا الذي دار اليوم، وإن شاء الله ينعقد المجلس في
العاصمة المؤقتة عدن في الوقت القريب العاجل. طيب أعطينا بعض التفاصيل سيد عيمان حول هذا اللقاء، كم عدد الأعضاء الذين حضروا؟ من حضر؟ يعني ما هي الكتل التي حضرت أو من يمثل هؤلاء الأعضاء الذين حضروا وتنويعهم؟ تفضل. حضرت جميع الكتل الممثلة في مجلس النواب، الكتل جميع الكتل المؤتمر حضر بقوام كبير أيضا، وحضرت القوى المستقلة اللي هو الكتل المتأخرة الذي شكلت بعد 2011، وحضرت بكتلة الإصلاح والاشتراكي والمستقلين، حضرت الكتل الناصريين، حضرت الكتل كلها. كم عدد الـ 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 الأعضاء الذين حضروا لهذا اللقاء؟ تقريبا حضروا 140 و10 في الطريق، يعني 10 كانوا ما حضروا مع العقول الاجتماع، لكنهم تقريبا الان النواب الذي مع الشرعيه اكثر من 150 عضو بزياده على النصاب القانوني. دعنا الان في نقطه النصاب القانوني، هل يعني كم هو العدد المطلوب لان تتم جلسه لمجلس النواب؟ يمكن يكون 136 العدد، لانه المتوفين لو اخرجنا المتوفين يبقى النواب الذي لم الموجودين الاحياء. طيب الان الاغلبيه تكون 136. طيب اذا الان هذا كان لقاء، لماذا لم تكن جلسه سيد طعيمان، خاصه ان يعني باعتبار ان النصاب هو 136 وتقول ان الحاضرين هم 140، هل يجب ان تكون الجلسه لا. فقط في منطقه يمنيه في عدن تحديدا؟ لا، الدستور لا يمنح اي جلسه خارج اليمن، فلا بد ان تكون اليمن، لا بد ان تكون الجلسه في اليمن وفي العاصمه المؤقته، الذي رئيس الجمهوريه قبل سنتين دعا الى نقل اعمال مجلس النواب الى العاصمه المؤقته عدن. سبق الدعوه منا قبل سنتين لهذا الاجتماع، وكان متاخر الاجتماع بسبب النصاب، لم يكتمل النصاب في حينه، والان الحمد لله اكتمل النصاب ولم يبقى الا الاجتماع في العاصمه المؤقته عدن وتهيئه الاجواء الامنيه للقاء. اذا وصلنا للنقطه الاهم، هذا الحديث عن عقد جلسات للبرلمان باعتبار ان 140 عضو يعني يبدو انه من المتيسر ان يجمعوا في الرياض، لماذا؟ ما هي العراقيل التي تمنع تجمعهم في عدن؟ هو الان يتجمعوا في الرياض لانهم كانوا في كل دوله مشتتين، في مصر وفي الاردن وفي تركيا وفي السعوديه وفي ابو ظبي، كانوا موزعين على العاصمه العربيه، واليوم اجتمعوا، ما قصرت المملكه العربيه السعوديه، دعتهم الى هنا واستضافتهم، والان ممكن يكون نقلهم الى عدن من الرياض الى عدن. لابد ان يكون الاجتماع في اليمن. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ طعيمان، أعود إليك دكتور عبد الباقي. يعني هو تحدث بالبداية حول نقطة الصلاحية الدستورية للبرلمان، وكذلك تحدث عن نعم تقريبا 65 من الدستور، يعني في حال يعني عدم انتخاب برلمان يتم استدعاء آخر برلمان، نعرف هذا الكلام، نفهمه جيدا، لكن إذا طيب ما هو الدور الذي يجب أن يقوم به البرلمان الآن في ظل الظروف الحالية؟ طيب كرؤية كنقاط سريعة حتى أنقلها للأستاذ أولا، مهما كان أعضاء البرلمان 4 سنوات لم تستطيع السلطة الشرعية أن تعقد اجتماعا رغم تهديدات اتحاد البرلمانيين الدوليين بإلغاء عضويتهم، هل هذول بعثوا لهم السلطة الشرعية بالحام الزاجل، ولا إحنا في عالم مفتوح نستطيع استدعاء أعضاء البرلمان والتنسيق في الداخل، نستطيع تهريبهم، يستطيع التواصل معنا؟ نحن لسنا في يعني في بداية التاريخ حتى يقول لك مشتتين بالعالم، هذا صراع وحرب، وهناك صراع وانقلاب، والانقلاب يستهدف الشرعية. 2، هل إذا عقد البرلمان في القريب العاجل، أي هل بعد 4 سنوات نحن يعني نتحرك بهذا البطء؟ بعد 4 سنوات نجتمع في الرياض ثم نخطط للذهاب إلى عدن، هل إذا اجتمعوا في عدن الإمارات ستعطيهم الموافقة ولن يعطوا أوامر للحرب؟ يعني هذه مسألة لوجستية، ربما الشرعية ستقوم بالتكفل بها. ليست لوجستية، ليست لوجستية، هذه مسألة جوهرية لا توجد سلطة. طيب في حال عدم قدرة البرلمان على التواجد في المحافظات المحررة على عقد جلسة في عدن كما يجب أن يحدث، ما الذي يجب أن يقوموا فيه؟
الذي شوف دعنا نكون صريحين، دعنا من الخطاب، نحن الآن في موقف صعب. الحوثيين أصبحوا طرف فاعل غير الدولة وتم الاعتراف بهم بموافقة السلطة في السويد. إذا ما هو الدور؟ دقيقة لو سمحت. وفي لدينا الآن مشاكل في الجنوب. الدور في حال عدم، هم طبعا من حقهم يعملوا عقد، يعملوا يعقدوا في مارب، في حضرموت، في أي مكان، في يعني حسب يعني حسب الدستور حتى الاجتماع. لكن في حال عدم عقد البرلمان في عدن، عليهم أن يتخذوا يمارسوا دورا كبرلمان ويفرضوا على رئيس الجمهورية إخراج الإمارات العربية المتحدة من التحالف، لأن لا توجد دولة في اليمن. نحن لم نستعيد 85% من الجغرافية اليمنية، لم نستعيد المناطق الجنوبية، لم نستعيد ميناء المخا، لم نستعيد يعني تعز كاملة. بالتالي نحن الآن نكذب على بعض عندما نقول أن المناطق الجنوبية عادت. المناطق الجنوبية تحت هيمنة الإمارات العربية المتحدة، ولا تستطيع السلطة الشرعية ممارسة مهامها في الداخل. المخا لم تعود لليمن، عادت للإمارات، ولا يستطيع محافظة تعز الدخول إليها. تعز نصف محاصرة لأسباب متعلقة بكل الأطراف الداخلية والخارجية. إذن الجيش اليمني عندكم صنعاء، على الأقل يا أخي يتواجدوا في الجغرافيا اليمنية. يعني نحن يعني بالمنطق في معنا صراع سلط، يعني صراع انقلاب، لابد أن نحافظ على السلطة الشرعية. أهم عنصر لكل هنا سلطة قضائية، سلطة تشريعية في الداخل، لدينا مؤسسة داخل لا. الجغرافيا اليمنية. طيب. لكن رئيس الجمهورية ونائب الرئيس والحكومة والبرلمان، ما هذا؟ أفهم كل هذه النقاط، سنعود إليها، لكن أريد نقل المسألة هذه حول دور البرلمان الآن إليك سيد طعيمان. الدور البرلماني كبير وواسع ومهم في هذا التوقيت وهذه يعني الصعوبات، في خضم الصعوبات التي تواجهها البلد، لكن الكثيرون يقولون أنه من غير المعقول منذ 2015 حررت عدن وإلى اليوم لم يجتمع البرلمان. هل هناك موقف حقيقي من قبل أعضاء المجلس تجاه هذه المسألة سيد طعيمان؟ اليوم أصروا أعضاء مجلس النواب جميع توجهاتهم أنه لابد من عقد الجلسة في عدن، وعلى الدولة الشرعية أن تقوم بتأمين عدن واستعادة عاصمة لليمن، المؤقتة عاصمة مؤقتة لليمن في هذا الظروف الاستثنائية. ولاموا يعني من يقوم بعرقلة يعني إعادة البعثات الدبلوماسية إلى العاصمة المؤقتة عدن وسفراء الدول. المفروض ان عدن، المفروض ان عدن يعني اصبحت عاصمه امنه. طيب الان متى قال لكم الرئيس ان يعني متى قالت الشرعيه انها ستوفر يعني الاجواء لاقامه جلسه في عدن؟ هل من موعد زمني محدد حتى اختم بهذه النقطه؟ الرئيس يقول ان اليوم الحكومه كلها في عدن، وانه كلف رئيس الوزراء امامنا بان يهيئ الاجواء القاعات للمؤتمر وسكن النواب ايضا، وان يجمعوا تكون غرفه هناك مشتركه من التحالف واليمن من اجل تامين عدن ومنع السلاح فيها. يعني لم يحددوا موعد. ان شاء الله يكون هذا الامر حقيقي وباذن الله نحن ننتظر مثل ما انتم، لكن نتفاعل ولا نتشائم ان شاء الله. اشكرك اذا سيد جعبل طعيمان عضو مجلس النواب، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. يبدو أن الحكومة لم تحدد إذن موعد زمني لإقامة جلسات البرلمان. هذا يشي أو يقول أنه ليست لديها ضمانات لتأمين أعضاء البرلمان. نحن نقول بصحاب تعز لمول عقل، يعني هذه 4 سنين من لما يعني ليش عاقلين نعمل عقد مجلس؟ عادوا معنا وقت يعني دعني أتكلم. هو قال يطلب من الحكومة يعني تؤمن يعني أنه عدن مش تبعكم، لم تستعيدوا عدن، لم تستعيدوا يا أعضاء برلمان عدن وسلطة الشرعية. عدن لا تلتزم ولا تنفذ قراراتها وإجراءاتها إلا تبع الإمارات العربية المتحدة. أنتم الآن أول خطوة يعملها البرلمان هو عدم استلام الرواتب من دول التحالف، هذه أول خطوة وطنية أمام البرلمان. طالما يستلموا مرتبات يعني من دول التحالف، هذا يصبح القرار اليمني مشلول، يعني أنت تتبع من يدفع لك المرتبات. القضية صحيح أنهم لابد أن يكون توفر لهم من المداخل، لكن ليس على حساب قضية وطنية. 2، هم يعرفوا تماما أنهم هددوا فيما سبق من قبل الحراك، والحراك لا يتحرك إلا من الإمارات، أنهم سيتعرضون إلى كثير من التهديدات في عدن. لكن اليوم حصل وتواجد عيدروس النقيب وتقريبا النائب الخبجي كانوا تقريبا في اللقاء هذا، هل يؤشر ذلك إلى نوع من الحلحلة في هذا في هذه المسألة؟ حتى الآن ترجمت الـ يعني المسألة لا تتعلق بعقد
اجتماع تحت حماية وثم يعني نغادر الجغرافيا اليمنية. نحن أمام نقول السلطة الشرعية تتحدث أنها استعابت 85% من الجغرافيا اليمنية. نحن نقول أنكم حتى العاصمة المؤقتة غير قادرين على عقد. المفروض من البرلمان أن يعود لعدن ولا يغادر عدن. مجلس الشورى يعود لعدن لا يغادر عدن، على يعني يتحركوا بين مارب وعدن والتعز. بالتالي هذا عقد اجتماع تأسيسي عشان يأخذوا العضوية أو يتخذوا قرار أو يضفوا شرعية، هذا لا يخدم استعابة السلطة طيب الشرعية. طيب دعني أنقل لك معلومات وصلت من مصادر برلمانية خاصة إلينا الآن. يتحدث المصدر على أن مجلس النواب الرئيس هذه يريد أن تكون الجلسة، يفضل أن تتأخر الجلسة إلى شهر 2 أو 3. يقول أن الموجودين الآن 142 وأن النصاب 137 شخص. يتحدث على أنه التقوا بالرئيس هادي ولم يكن هناك كلام يعني جديد. هم كانوا منتظرين أن يكون اللقاء اليوم في عدن كما يقول المصدر الآن. أعتقد أن يبدو لي أن ليس هناك للرئيس أي قرار مستقل. دول التحالف هي من ترسم يعني أو تنفذ استراتيجيتها. أعضاء البرلمان إذا كان يعني هم سيتحملوا المسؤولية التاريخية أمام الشعب اليمني، يعني لأنهم لم يمارسوا المهام. صحيح أن نحن الآن نتعامل بأمر واقع، بمعنى أنهم ما زالوا يمثلوا البرلمان بحكم الدستور اليمني. المادة تقول أنه يعني يتم استدعائهم، وهذه كانت نقطة مصيبة. وبالتالي هم يمارسوا صلاحياتهم فقط في استلام المرتبات. أنا لا أتحدث عن المال، أتحدث أنه القرار المستقل يحتاج العودة إلى الداخل. بالتالي رئيس الجمهورية يبدو لي إذا كان الإمارات ما وافقتش يعني الخلل في 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 عدن ليس غير متعلق بأنه يعقد البرلمان توفير حماية. الخلل أن لا توجد سلطة شرعية في عدن. المخا خارج السلطة الشرعية، حتى لو استعدنا الحديدة ستكون تحت نفوذ الإمارات. إذن ماذا تستعيدون؟ السلطة يعني الحكومة موجودة في عدن. رئيس الوزراء صحيح أنه كان حضر الاجتماع في الرياض لكنه يتواجد في من يحكم في عدن. يا أخي دعنا من هذا، نحن لسنا بعيدين. يعني الحزام الأمني والاغتيالات ورئيس الدولة عايش في السعودية ونائب إذا كان صحيح استعادوها، أين رئيس الجمهورية في المعاشي؟ يعني إذا توفرت ضمانات دكتور من قبل دول التحالف لنقل إلى الحكومة الشرعية أنه يمكن تأمين عقد جلسة بدون أي مشكلة. يعني نحن عن سلطة شرعية أمام انقلاب وتطلب إذن من دول التحالف والنيات، أم هي التي تصنع وتقرر أن تدخل للداخل؟ دعنا، إذا أنت الآن يعني تجيب لي كارثة عندما تقول لي دول التحالف. هذه سلطة شرعية نحن سلمناها بلد كامل، هم الذين الآن راحوا اعترفوا بالحوثيين كطرف من أطراف النزاع، تركوا الحراك الجنوبي، قضوا على جيشنا الوطني عندما سمحوا منذ البداية على وجود أحزمة أمنية ونخب شبوانية وسمحوا للمجلس ولم يتخذوا موقف حاسم. البرلمان عليه أن يتخذ موقف حاسم الآن، إما بالعودة إلى عدن واستعابة مؤسسة الدولة وإلغاء الأحزمة الأمنية والنخب الشبوانية وفرض القوات المسلحة وممارسة الدولة لاحتكار العنف. بعدين نستطيع أن نتحدث عن أن لأن الدولة تقوم على مؤسسة أمنية وعسكرية، سلطة تشريعية، سلطة قضائية، حكومة برؤية كاملة اقتصادية وسياسية وثقافية ومكتملة، وليس إدارة خدمات مواطنين. هذا الآن نحن بعد ما يقارب يعني 2015 عندما دخل التحالف العربي، يعني الآن أنا أخجل عندما تحدثني الآن يقول ما زال سيجتمعون في 10 بالطريق، يعني عدهم لسه بعدو يلمدن. هم تجاوزوا النصاب، يعني على حسب البيانات التي لو كانوا تجاوزوا يعني تطابقت 142 يتجاوزوا النصاب يتجاوزوا 137 كانوا يستطيعوا الاجتماع في مارب، وبالتالي مارب تحت نفوذ السلطة الشرعية رغم أنها على مستوى الباتريوت تحت نفوذ الإمارات. بالتالي الإمارات تستطيع إقلاعهم إذا لم تقوم بضرب الصواريخ التي سيتم يعني ضربها من الحوثيين. بالتالي أنتم سلمتم بلدنا ويعني أصبحتم مجموعة من الشخصيات المتمصلحة النفعية من رئيس الجمهورية حتى أعضاء البرلمان. كيف يمكن لهم أن يقبلوا بأحدى دول التحالف أن تقوض الدولة وأن
تسيطر على الموانئ وتسيطر على المطارات وتسيطر على الجزر وتشكل كيانات عسكرية خارج السلطة، كيف يمكن لبرلمان يدعي أنه ما زال صلاحيته وهو لم يستطيع عقد اجتماع أو يتخذ موقف وطني؟ أقول أول خطوة ينبغي عدم التبعية المالية لدول التحالف، الآن ذهبوا إلى السعودية سيستلمون بعض، ثم تنتهي المهمة بالفنادق ثم يعودون إلى الشتات. يا أخي هنا غياب استراتيجية، دخلنا أقول دخلنا مرحلة جديدة، المرحلة الجديدة تقول الناس يتشائموا جدا، أقول أنه كثير ناس يعتقدوا دخول الأمم المتحدة إلى اليمن وإلى الميناء يعني أنها ستأخذ ملف شامل. المخطط الواسع اللي يمكن يتغير أن تبقى اليمن رخوة وأن تستهدف المملكة فقط، هذا مدخل إنساني بمعنى طيب. المساعدات يعني هذا في حال استمرار هذه السلطة المشلولة، هذه السلطة اللي تعيش في الجغرافيا، لا يمكن لنا أن نتحدث عن استيعاب السلطة، سنصبح نحن عبارة عن مجموعة من الجغرافيات والسلط المحلية ولا توجد سلطة شرعية، لدينا أشخاص يستلموا مرتبات يلتقوا لا يصنعون قرار لا يؤثروا في القرار، أليس من العيب أنهم يذهبوا إلى السويد دون موافقة البرلمان؟ لماذا رئيس الجمهورية لا يعود لأعضاء البرلمان مجلس الشورى ويتخذ قرار؟ أين مؤتمر الرياض الذين اتخذوا هالموافقة؟ طيب ألم تفوض المبادرة الخليجية والوضع بأن هناك حالة توافق في الأخير، يعني رئيس الجمهورية هناك مستشارين يمثلون الأحزاب وهناك نوع من التوافق الذي تجري به الأمور إلى الآن، يعني هل يمكن أن نحمل البرلمان مسؤولية ذلك؟ طبعاً البرلمان حتى الآن أصبح يعني أنضم إلى الجماعة الرياض، يعني أنه يلتقي يتم استدعائه لا يمارس مهام يلتقي ثم يعود، لديه مهام وطنية أن يعني يكون في الداخل اليمني أن يناقش الملفات يوافق على الذهاب للسويد أو لا، ليس دول التحالف أن يحدد موقفه من دول التحالف، الآن لا يستطيع يحدد موقفه من الإمارات، نسمع خطابات أشقائنا في الإمارات أشقائنا يا حبيبي نحن لابد من المصارحة مع دول التحالف، نحن يعني الاستراتيجيات دول التحالف مع ضعف رئيس الجمهورية وفريقه، ضعف رئيس الجمهورية وفريقه وقصر نظره وضعف اليمنيين، هذا أدى بالإمارات أن تعبث باستقلالنا، تعبث بهويتنا، تعبث بدولتنا، هي أضعفت السلطة الشرعية. هذا في العام دكتور، هذا في العام، وهناك الكثير ممن يتفق معك. في المقابل هناك من يقول أن هناك منذ لقاء أعضاء في حزب الإصلاح في مجلس يعني في الحزب مع مسؤولين في الإمارات، هناك نوع من حالة التوافق السياسي التي يبدو أنها ستحصل في اليمن، هناك نوع من تهيئة الأجواء لوضع أفضل. طيب. هناك من يطرح ذلك، هناك مؤشرات الآن، نتحدث الآن فيما يتعلق بالبرلمان على تغير في رئاسة الكتلة البرلمانية لحزبين من الأحزاب في البرلمان، نتحدث عن الكتلة البرلمانية للإصلاح التي انتخبت قيادة جديدة برئاسة عبد الرزاق الهاجري، هناك كتلة برلمانية جديدة أو رئاسة للكتلة البرلمانية الجديدة في الاشتراكي للدكتور محمد صالح علي وعلي صالح علي فريد كنائب للرئيس في هذه الكتلة، إذن هناك نوع من التحرك الذي يبدو أنه سيكسر الجمود أو التيهان الذي كان أولا لا يجوز لحزب سياسي لا يجوز أن تلتقي بقيادات الدولة، يعني لا هناك الدولة هي تلتقي بالإمارات، بالتالي هو في الأخير مستشار لرئيس الجمهورية، لا هو ذهبوا كحزب أو ذهبوا كمستشارين، بالتالي هناك فرق، بالتالي نحن نعلم أن أي علاقات بين الدول لا تتم يعني على هذه الطريقة. اثنين، لماذا الإصلاح؟ لأن الإمارات أصبحت تتدخل بالشأن الداخلي وهي تستهدف الجماعة الإسلام السياسي، بالتالي أن القضية لا علاقة لها. طيب هذا يتفق معك فيه كثيرون، يعني لكن أنا أتحدث الآن، هل هناك نوع من التهيئة لوضع جديد؟ لا أعتقد أن هناك تهيئة، هناك الإمارة اليوم ستفتح سفارتها ب سوريا، قامت بإرسال البشير إلى سوريا كمقدمة، هي تقود الثورات المضادة، وبالتالي ستعيد كل الجماعات، ستعيد تقسيم اليمن إلى ثنائيات، تابع أنت لاستراتيجية الإمارات في اليمن، هناك مشروع واضح، بالتالي هذه المواقف، شوف المسألة ليست في اجتماع البرلمان، مسألة في كيفية رؤية ما الذي يحدث، ما الذي يحدث؟ هناك سياسات يعني اتبعتها دول التحالف تتقاطع مع المصلحة الوطنية اليمنية، بالتالي أول إصلاح ليس عقد اجتماع، عقد الاجتماع في عدن ومن ثم المطالبة السلطة الشرعية
تحديدا بإعادة العلاقة مع دول التحالف على أسس جديدة بعيدا عن دعوة الرئيس الجمهورية لدول التحالف بالتدخل. عليهم أن يلغوا هذا التدخل الإماراتي أو يعيدوا صياغته. غير ذلك نحن لن نستعيد سلطة شرعية. برلمان سيكون مجموعة من الشخصيات الغير منتهي صلاحيتها يعني في على هذه الشاكلة. نحن أمام استعابة دولة. ربما الآن الجيش الوطني متماسك إلى حد ما، إذا طالت الفترة وظل في مواقعه دون عمليات سيؤدي هذا إلى إحباطات نفسية وإلى إضعاف عقيدته الوطنية وإلى خروج قيادات بعيد عن القيادة السلطة الشرعية، وسنجد مشكلة لأنه هناك مشروع وطني. بالتالي هذا الذي يحدث الآن يتقاطع مع المشروع الوطني. الناس تجتمع لتحقيق المصلحة العامة. لم نستعيد الدولة في عدن، نحن تابعنا رئيس الوزراء السابق لم يستطيع يعني حتى التنقل بين أحداث عدن، سقطرى، المهرة إلى آخره، هذه تؤشر لذلك. إذن هذا هو الإصلاح. هناك الكثير من يتفق معك في هذه المخاوف دكتور، لكن أنا الآن أتحدث من هنا. الإصلاح أريد دكتور، لو سمحت، الإصلاح نعم يبدأ من إعادة العلاقة مع دول التحالف وليس بعقد البرلمان. أول طيب عقد. هناك من يقول أن هذا اللقاء، اللقاءات السابقة هي مفتاح لإعادة هذه العلاقة، لإعادة ترتيب هذه العلاقة. أنا الآن أريد تفسير، لماذا برأيك الآن بعد هذه السنوات كلها من الحرب ينتخب الإصلاح هيئة برلمانية، رئاسة جديدة للكتلة البرلمانية؟ لماذا يفعل الاشتراكي ذلك أيضا؟ والاشتراكي نحن نتحدث عن رئيس الكتلة البرلمانية السابق واعي دروس النقيب، وهو فاعل في المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يقوض بشكل أو بآخر كما تقول الأنباء يعني قدرات الحكومة في المحافظات المحررة. فسر لي هذه التحركات. لا، هو واضح أنهم الآن يحاولوا ترتيب البرلمان بس بعد فترة طويلة، بعد يعني 4 سنوات تقريبا، ما يقارب 4 سنوات. هذا تحرك متأخر جدا، لأنه أبجدية العمل السياسي هناك سلطة، هناك إحلال سلطة، يعني أنه الحوثيين مسيطرين على مؤسسة الدولة، على السلاح إلى آخره. أنت لديك هنا سلطة شرعية، سلطة شرعية دي مش عبد الرب منصور، هذه يمثلها عبد الرب منصور، لكن معك سلطة تشريعية، لديك سلطة قضائية، لديك مؤسسة الدولة، لديك وزراء. بالتالي كيف يمكن لك ألا تستفيد من البرلمان حتى لو كان قبل فترة كان النصاب ما يكتملش؟ هذا النصاب غير المكتمل نحن بحاجة إليه تدريجيا، عدة سلطة شرعية. الآن عندما اكتمل النصاب أين الدولة؟ اكتمل النصاب بعد 4 سنوات، أنت في الجغرافية الخارجية، أين الجغرافية بتاعك؟ هم يتحدثون بشكل واضح بينهم بين إنهم غير قادرين، إلا يدوا حماية وريدوا يعني ضمانات من الإمارات، وبعدهم أطقم عسكرية. يعني أنتم لم تستعدوا، اتخذوا موقف. حاسبوا رئيس الجمهورية، من حقكم أن تحاسبوه وفقا للدستور ووفقا يعني إنه رئيس الجمهورية فرط، لو سمحت، رئيس الجمهورية فرط بالسيادة. وإذا البرلمان هذا الثلثين يستطيع، لذلك عطله عبد الرب منصور هادي، يستطيع أن يحاكم رئيس الجمهورية بالتفريط في السيادة وبالأراضي اليمنية. يستطيع هذا البرلمان إذا ما اجتمع ب 136 كنصاب بثلثيه، يعني يستطيع أن يحيل عبد الرب منصور هادي إلى 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 المحكمة الدستورية ومحاكمته، لأنه فرط بسيادتنا. ربما هذه مخاوف لدى هادي. هو يخاف. لماذا يخاف هادي؟ لأنه فرط طيب. يعني هل رئيس دولة يعني حتى الآن يعني منذ أن خرج من عدن لا يعود؟ يا أخي فليحاكم. هذا فرط بسيادتنا، فرط ببلدنا، يعني 4 سنوات. هذه نقاط أخرى قد نناقشها بعدين. دعني أرحب بمن ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من الرياض، مستشار وزارة الإعلام الأستاذ مختار رحبي. أرحب بك أستاذ مختار. منذ 2015، أهلا بك أستاذ مختار. منذ 2015، منذ شهر 7 تقريبا، حررت عدن، إلى اليوم لم يجتمع فيها مجلس النواب. النصاب القانوني المطلوب لعقد جلسة هو 137 كما يقول برلمانيون. 142 برلماني تواجد في اللقاء التشاوري بحسب مصادر برلمانية اليوم في الرياض. لماذا لم تعقد هذه الجلسة في عدن إلى الآن؟ أهلا وسهلا بك وبضيوفك الكريم ومشاهدي الكرام جميعا. لعل الجميع يعرف بعض التفاصيل التي صاحبت مشكلة عدم انعقاد مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن، وهي
ما يسمى بالمجلس الانتقالي والميليشيات المتواجدة في مدينة عدن التي هي خارج إطار الدولة. منعت الحكومة، إذا كانت منعت الحكومة في فترات طويلة من أن تأتي أو أن تكون متواجدة في مدينة عدن وتقوم باستفزاز بعض الوزراء الموجودين، وصراحة أنهم لن يسمحوا بإقامة أي جلسة للمجلس النواب، وهذا أعلنه طبعا عيدروس الزبيدي رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم من دولة الإمارات العربية المتحدة. بالتالي هم اتخذوا موقف معادي من مجلس النواب، لأن مجلس النواب حينما يتم عقد جلسة له هو طبعا يأتي في إطار الدعم للسلطة الشرعية اليمنية، كون المجلس النواب سلطة شرعية معترف بها وتم التمديد لها بموجب المبادرة الخليجية التي وقع عليها الجميع في 2012. بالتالي هم رفضوا أن يتواجد مجلس النواب أو أن يتم عقد جلسة مجلس النواب طوال الفترة الماضية. وهناك أيضا معوقات أخرى في الفترة الماضية، أن النصاب لم يكن مكتملا. الآن اكتمل النصاب، يعني مسألة النصاب اكتمل. نعم. النصاب كما تقول مصادر البرلمانية 142 عضو، هذه نعم. يعني الإشكاليات. نعم. نحن الآن بعيدين عنها. الكل أستاذ مختار، الكل تابع المشاكل خلال السنة الماضية، لكن هناك من يقول أن هناك صفحة جديدة تمت، هناك حكومة مرضي عنها إماراتيا لا تريد أن تتدخل كثيرا في الشأن السياسي والعسكري، وهي تعمل بنوع من المساحة في عدن والمحافظات المحررة. هناك أعضاء من المجلس الانتقالي الجنوبي، يعني تشير المصادر إلى أنهم حضروا الجلسة اليوم، أتحدث عن الخبجي، عن النائب الخبجي، وكذلك عن عيدروس النقيب الرئيس السابق للكتلة الاشتراكي في البرلمان. إذن ما هي المعوقات الآن؟ لماذا لم تعقد الجلسة في عدن اليوم بدل ما كان اللقاء تشاوري فقط في الرياض؟ نعم، كما أشرت أن أعضاء من أو قيادات فيما يسمى بالمجلس الانتقالي حضروا اليوم، لأنهم الجميع يعرف أنهم يبحثون عن مصالح شخصية لهم. ولو تم لو فخامة الرئيس اليوم استدعى عيدروس وهاني بن بريك وباقي القيادات الأخرى لأتوا إلى الرئيس، لأنهم يبحثون عن مصالح ويبحثون. بالتالي طيب برأيك ألا, ألا, ألا يشكل ذلك ضغطا لهم وهم قياديين في المجلس الانتقالي؟ كيف سيكون وضعهم أمام المجلس وأمام أعضاء المجلس الانتقالي الآخرين؟ أخي العزيز، المجلس الانتقالي سقف والضاء بقضايا متعددة، أنه سوف يطرد الحكومة وأنه سوف يستلم المؤسسات الدولة في عدن، و الشعارات الرنانة التي أعلنها أمام الشعب وأمام الجميع، ولكنه لم يفي. ومشكلة في أن يأتي أو ثلاثة أعضاء من القيادات فيما يسمى بالمجلس الانتقالي لحضور جلسات مجلس النواب، وأنا أعتقد أنهم أيضا منسقين لهذا الشأن، وليست هناك مشكلة لهم، والجميع يبحث عن مصالحه، سواء عيدروس النقيب الذي وشتم الشرعية وأساء إليها، وكذلك الخبجي وكثير من القيادة الذين أساءوا الشرعية. هم اليوم لو تم استدعاهم إلى الرياض سيأتون إلى الرياض، ولو تم إصدار قرارات لهم في مناصب في الدولة لعادوا لهذه المناصب، وهم قد حلفوا من قبل الرئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي وكذلك المتمرد الفارغ من وجه العدالة هاني بن بريك، حلفوا على في اليمين الدستوري أمام فخامة رئيس الجمهورية تحت راية الجمهورية اليمنية وبدستور الجمهورية اليمنية. طيب إلى متى سيظل المجلس الانتقالي أستاذ مختار إلى متى سيظل المجلس الانتقالي عذرا في سياق ما تقدم الحكومة لمصاعب أمام عقد جلسات البرلمان وأمام تواجد فاعل في المحافظات المحررة؟ لا، هذا ليس مبرر. يعني المجلس الانتقالي وميليشياتها المنتشرة في المناطق الجنوبية ليس مبرر وليس عذرا أمام الشعب. هذه ليست عذر وليست مقبولة. إذا كانت هناك أي إشكالية لا بد أن يتم الإعلان عنها، ولا بد أن يتم مصارحة أبناء الشعب اليمني. من الذي يرفض انعقاد هذه الجلسة؟ ومن الذي لديه مصلحة من دولة في المناطق المحررة، سواء في حضرموت أو في شبوة أو في عدن أو في الضالع أو في لحج أو في باقي المناطق المحررة؟ لا بد أن يكون هناك مصارحة حقيقية للحديث
من الذي يرفض عودة مؤسسات الدولة؟ من الذي يرفض انعقاد مجلس النواب؟ من الذي أيضا يصر على إبقاء الميليشيات خارج إطار الدولة؟ كل هذه الأسئلة يجب أن يتم مصارحة الشعب اليمني من قبل الحكومة مسؤولين التنفيذيين. يعني إذا كان مسؤول الحكومة لا يعلمون، ربما نسأل الجماهير اليمنية ربما تلقى إجابة. أشكرك أستاذ مختار رحبي مستشار وزارة الإعلام، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. هذا طرح سمعته أستاذ مختار، المجلس الانتقالي هو من يمنع؟ المجلس الانتقالي هو عبارة عن مجلس الإمارات، بالتالي من الذي لهذا المجلس منظومة إعلامية مدعومة من الإمارات، لديه ميليشيات مدعومة من الإمارات وميليشيات عسكرية وأمنية، ولديه مجلس سياسي مدعوم من الإمارات. بالتالي إذا ما تم قطع هذا الدعم على هذه المجموعة أو الإمارات مارست ضغوطها، لن يكون شيء هنالك اسمه المجلس الانتقالي أو الحزام الأمني. وبالتالي أنا قلت منذ البداية التشخيص الواقع وإعادة العلاقة مع دول التحالف هو العنصر الرئيس لأمام أعضاء البرلمان. حكومة حيادية وذهاب الإصلاح للإمارات لا يعالج، هذه إسبرين. لا توجد أثناء الحروب حكومات محايدة، لا توجد منطقة وسطى بين الحكومة واللا حكومة، بين الوطن واللا وطن، لا توجد مناطق وسطى. في أثناء الحروب على رئيس الحكومة أن يكون رئيس كامل الصلاحيات برؤية استراتيجية. بالتالي هذا الآن الحكايات لن تعالج، لأن شوف الموضوع لا يتمثل في المجلس الانتقالي ولا مرتبط بعقد مجلس النواب. الموضوع مرتبط بخلل يعني قامت به دول التحالف العربي في اليمن، وهي التي وأدت عدن كعاصمة مؤقتة، هي التي عممت المزاج الشعبي الطارد للحكومة والطارد لكل ما هو وحدوي، هي التي أوجدت مؤسسات أمنية وعسكرية منافسة للجيش الوطني، هي التي أوجدت فاعل غير الدولة يعني يماثل، وهذا الكلام خطير، يماثل فاعل غير الدولة في صنعاء. هذا يعني إذا استمرت الأمم المتحدة وقام هذا بالإضراب كما الآن يهدد أنه سيقوم باستلام المؤسسات، سندخل هو يحلم والإمارات تخطط معه أن سيتم هذا فاعل غير الدولة مع الارتباك والاستيلاء على المؤسسات كما فعل الحوثيين، تحت أن الدولة غائبة وهناك أزمات وهناك عدم وجود خدمات، بالتالي سيتم إدخالهم كطرف في التفاوض، بالتالي سنكون نحن أمام فاعل غير الدولة في الشمال وفاعل غير الدولة في الجنوب، وسلطة شرعية، وسلطة شرعية لا يمكن لها أن تكون سلطة شرعية. على أين أشير في هذه النقطة دكتور؟ إلى أنه في إحدى تغريدات السفير البريطاني في اليمن مايكل أرون تحدث على أن عندما سئل حول لماذا لا يتواجد ممثلين للمجلس الانتقالي في مشاورات السويد، قال أن هذه المسألة ستأتي بعد الاتفاق مع الانقلابيين وحل المسألة الكبرى. هذه النقطة الأولى. إذن هناك ما يؤشر بشكل أو بآخر إلى وجود جبهة متحدة على الأقل الآن ما بين الشرعية كطرف وجبهة أخرى هي الانقلاب، وهذا ما كان واضحا في مشاورات السويد. لم يكن هناك تصريحات كما يقول كثيرين من قبل ممثلين المجلس الانتقالي في سياق الهجوم على مشاورات السويد. هل يمكن الحديث على أن الوضع الآن فيه نوع من الهدنة التي يمكن أن تتيح لمؤسسات الدولة اليمنية العمل بفاعلية أكبر؟ نحن لسنا أمام هدنة، نحن أمام عمليات غير مرئية لتقويض السلطة الشرعية، وبالتالي قد تم تقويضها. لذلك دعني بس لو سمحت أكمل فكرة محددة بدقيقة دكتور. الإمارات تعمل مع باتفاق مع بريطانيا وأمريكا باعتبارها وكيل لمكافحة الإرهاب، ولهذا حتى في حال أنها تم الضغط عليها لإضعاف الحراك الجنوبي ستقوم بتفجير عمليات إرهابية في عدن وفي بعض المناطق من قبل قاعدة مصطنعة لتبرر بقائها في اليمن، في إطار أن هناك اتفاقية بين الإمارات وأمريكا لمكافحة تنظيم القاعدة بعيدا عن دول التحالف. اثنين، في هذه الدقيقة أقول أن أضعف طرف سيكون خلال القادم إذا لم تتغير السلطة تعيد علاقتها بدول التحالف وتعيد علاقتها وتصلح هذا الخلل، سيكون لدينا طرف غير الدولة في عدن، طرف غير الدولة في صنعاء، وأضعف سلطة خارج الجغرافيا اليمنية، وبالتالي هناك قطاع من الشعب اليمني لم يقبل لا مشروع الانفصال ولا الآخر سيقبل أن يحكم من قبل الحوثيين،
وسندخل في مرحلة من اللا استقرار واللا احتراب مع وجود الأمم المتحدة. ولهذا نحمل رئيس الجمهورية وهذا البرلمان الذي لم تنتهي صلاحيته عشان يطمئنوا أن يعود للداخل وأن يضغط على رئيس الجمهورية لتصحيح العلاقة، لا يذهبوا إلى الإمارات لإصلاح العلاقة مع الإصلاح. ليس من شأن الإمارات أن تحدد شأننا الداخلي، ولكن عليهم أن يعيدوا العلاقة معها ندا للد، وعليهم المطالب بإخراجها من أرضنا. أشكرك إذن دكتور عبد الباقي شمساوي أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء، كنت معنا في هذه الحلقة، شكر جزيل لك، كما الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في طاقم العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.